رياضة كمال الأجسام هي البودي بيلدينغ، رياضة رئيسية لتضخيم عضلات الجسم، لأنه بتعتمد على التمارين العضلية والغذاء الغني بالبروتين بشكل أساسي. تمارين رياضة كمال الأجسام تعتمد على رفع الأوزان الثقيلة مثل الحديد والأوزان اليدوية. لهيك منشوف يا زينب كثير من الشباب بيروحوا ليمارسوا الرياضة من أجل بناء عضلات، لكن بناء العضلات بيكون عن طريق تمرينها بتمارين متخصصة بتعمل على تضخيم عضلات الجسم، وهي التمارين بتكون عبارة عن تكرارات لحركات معينة. رح نحكي عن التفاصيل أكثر، ورح نحكي عن كيفية بناء العضلات وحرق الدهون والتمارين الخاطئة يلي بتضر الجسم مع مدرب اللياقه البدنيه الكوتش محمد الشريف. صباح الخير كوتش. صباح النور يا هلا. سعد صباحك. يسعد صباحك مدرب القوة البدنيه محمد. اهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي شوي عن العضلات بشكل عام. كثير يعني بيلجأوا من الشباب للجيم او النادي لحتى يكبروا عضلاتهم. خلينا نحكي قد ايه بدها فتره لتظهر العضلات، وهي معتمده مثل ما قلنا بالمقدمه على الغذاء ايضا كمان. تمام، هلا هذا السؤال ما في له جواب محدد بصراحه، حسب التزام اللاعب نفسه. يعني احيانا اللاعب بيكون جاي وهو مجبور، مثلا بيكون حاطط بباله موضوع معين، بعد فتره بتلاقي راحت الهمه او الحماسه عنده. لهيك من الاساس لازم دائما يكون حاطط جدول معين له ويمشي عليه، نظام معين بيمشي عليه ولازم يكون ملتزم فيه. اذا ما كان في التزام ما بيكون في تحقيق نتائج. هي النقطه الاساسيه لازم تكون عند اي لاعب بده يبلش يلعب رياضه، سواء بده يحقق شيء على مستوى بطولات او هو بده يلعب بس مشان موضوع يحسن جسمه. فهي نقطة أساسية، ولكن نحن إذا بدنا ناخذ بمدى معين أو بشيء تقريبي فهي من بين 6 أسابيع لثمان أسابيع بتبين تقريبا أول نتائج تظهر. بس مثل ما حكينا قبل شوي إنه موضوع الالتزام بيختلف من لاعب للاعب، بينما إنسان رايح هو مثل مجبور حاطط وقت معين، بينما إنسان بيكون عم يفكر بالقصة من الصبح إنه أنا متى بدي أروح على النادي مشان بلش تمريني، يعني عنده متعة بهذا الموضوع، فهي بتختلف بقى من شخص لشخص. نعم، كوتش خلينا نحكي إذا أي صبية أو أي شاب التجأ للكوتش محمد وقال له إنه أنا بدي ألعب رياضة لتفريغ الطاقات لبناء عضلات محددة، قديش أنت أول شيء بتأرشده لبناء جسمه بالطريقة الصحيحة بعيداً عن يمكن الجمالية أكثر، وقديش يمكن أنت بتأرشد خلينا نحكي كمان على السيدة إنه لا أنت هدول التمارين بيناسبوك بيناسبوا جسمك، كمان في تمارين يمكن خاطئة ما لازم السيدة إنها هي تقول فيها بتفقدها أنوثتها. هلا مثل ما حكينا قبل شوي موضوع إنه كل إنسان هو شو هدفه. في يعني في لاعبين بيكون حاطط باله هو انه يفوت ويكون محترف وياخذ بطولات، وفي انسان بيكون عنده هدف فقط انه مثلا تنزيل الوزن او رفع الكتله. يعني هون بيواجهنا مشكلتين، احيانا في ناس بيكون عندها نحافه زايده عن اللزوم فبس بده يرفع وزنه، او النقيض تماما واللي هو انه بده ينزل وزنه. فلهيك نحن هون بيمشي حسب كل انسان هو شو هدفه. انت هون بتكوني انت المرشد والوسيله لحتى توصلي لهي الغرض، هذا اللي بده اياه. فبهي النقطه نحن ما فينا ناخذ مثل ما كنا عم نحكي مقياس محدد او شيء بيمشي على الكل، لازم هذا الشيء بيختلف بين انسان وانسان هو شو احتياجه وشو هدفه وشو بيناسب جسمه. موضوع بقى اليه التمارين هذا الشيء لازم يكون اساسي بالنسبه لاي كوتش، بحيث يطلع على اللاعب انه عم يلعب الحركه صح ولا لا. بس يمشي الخطوات الاولى بيصير خلص هو صار عنده مدى معين عم يعرف حاله شو عم يعمل ضمن هذا الاطار. بعدها بتصير بقى انت فيك تامني انه هذا اللاعب عرف هدول، بتصير بقى بتعملي بينه يعني بينك وبينه بيصير في خطاب مباشر انه نحن هلا خلصنا هي الفتره لعبنا هالتمارين، صار في عندنا النمط الثاني. ممكن احيانا يعمل مزج بين التمرينين مثل ما كنا عم نحكي، في اساليب معينه هي بتمشي، ولكن لازم من فتره لفتره يصير في تغيير مشان يصير في عمليه صدم للعضله. انت لما تصدمي العضله بيتغير شكلها، هذا التغير الشكل اللي عم نحكي عليه هو اللي بده اياه اي انسان سواء لاعب او لاعبه لحتى يوصل للشيء اللي بده اياه. طيب محمد خلينا نحكي شوي عن العضلات الاساسيه اللي بتتضخم طبعا اثناء التمرين، هل هي كمان لها علاقه بزياده الوزن والعدات الكتار؟ وكيف فينا ما نعود العضله مثلا على مود واحد او تمرين واحد مثلا او عدات وحده؟ يعني كل امتى في الواحد يغير القصه؟ تمام، هلا كعضلات اساسيه بتتضخم هي تقريبا كل عضلات الجسم هي بتتغير. ايش ابرز العضلات السريعه دغري مثلا بيقولوا لك الكتاف الايدين؟ ما في مقياس محدد مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي، بتختلف من شخص لشخص. انت عندك تقريبا فينا نقول 6 عضلات اساسيه اللي هي الكتاف، الصدر، الرجلين، الايدين، الظهر والمعده. تمام. هلا جدول البرنامج عند اللاعب بيكون مختلف، احيانا تلعبي انت عضلتين باليوم، احيانا عضله واحده باليوم. نرجع من دور نرجع لنفس النقطه واللي هي انه كل لاعب حسب هو شو حيسيته شو بده وشو وضع جسمه الحالي. احيانا في ناس بيناسبوا اكثر شيء هو كل يوم عضله، في ناس ثانيه لا يفضل كل يوم عضلتين، يعني بيلعب مثلا عضله الايدين مع عضله الصدر، ممكن الكتاف مع الرجلين، الظهر مثلا بيلعبوا لحاله كمان احيانا مع الرجلين.
حسب وضع اللاعب. بالنسبة لموضوع التمرين وآلية النمو العضلي، في شغلة كثير أساسية نحن عندنا أكثر شيء بنركز عليه، هو موضوع أغلبية اللاعبين بفكروا إنه الشيء اللي بده يوصل له هو أثناء التمرين فقط حصرا. هون الغلط. أنت موضوع التمرين وأخذ النتيجة منه هو بيعتمد على ثلاث أمور، هي فينا نقول مثلث: تمرين، تغذية، والراحة. أي خلل بضلع من هالأضلاع بيصير في مشكلة، والضلع الأساسي هو موضوع التغذية والراحة أكثر من التمرين، عكس ما بيتخيل العالم. يعني التمرين بشكل 30-20% مو أكثر، بس طبعا تمرين مركز وشديد. بيجي بعده نوعية التغذية وكيفية انتقاء الأطعمة اللي بتناسب موضوع بناء العضلة، والراحة كمان. إذا أنا مثلا سهرت للساعة 3-4 وبعدين بدي العضلة تستشفي، ما حيمشي الحال معي. لازم يكون بفترة، خلينا نقول بين 11-12 أقصى حد، لازم هون في نوم 6-7 ساعات مع موضوع التغذية مع موضوع التمرين ونوصل للشيء اللي بدناه. أي خلل بهذا الموضوع بيصير في إشكالية عنا. وقد ايه بده يمكن الجسم محمد ليستجيب للرياضة؟ مثل ما كنا عم نحكي كبداية كمبتدئ، من 6-8 أسابيع تقريبا ببلش يظهر أول شيء. بتختلف، ممكن في عالم يكون بالأصل عنده أساس معين، بتلعب لعبة تانية غير كمال الأجسام، هذا الشيء بيفيده ضمن النادي. وفي عالم ممكن يكون عنده مثلا مثل الخمول، طبيعة عملها بتتطلب انه يكون دائما جلوس متكرر وكذا، هي بيكون في بطيئة اذا ما كان. لهيك دائما حكينا موضوع العامل النفسي كتير ضروري، يكون في همة انه انا بدي احط ببالي انا لوين بدي اوصل. اوكي. كثير مهم النية كمان انه الواحد. طيب كوتش، بنشوف الشباب المراهقين، انا بدي اعمل عضلات وبده هلا يعني فورا، يعني ممنوع مدة 4 أسابيع 6 أسابيع، بده هلا خلص. فهو هذا الشاب كمراهق او هي بيلجأ لاما ابر او مكملات غذائية خاطئة. خلينا نحكي يعني نمرق بهدول التفاصيل يلي اكيد عم نعاني منها بالمجتمع. تمام. هلا اول شيء مثل ما حكينا قبل شوي، 8 أسابيع 9 أسابيع انت لحتى يبين عندك شيء بدائي، اما انت موضوع لعبه كمال الاجسام توصلي لمرحله بدك بسنين. 6 شهور خلينا نقول بتاخذي فرق فوق 80%. تمام. التزام، مثل ما حكينا التزام بالمواضيع الثلاثه: التمرين الشديد والمركز والمدروس واللي بيتغير كل فتره وفتره، الغذاء، والراحه والنوم. يعني انت بيصير عندك بالتمرين هو عمليه هدم للعضله، ما بيصير بناء، انت بتهدمي العضله بالتمرين. بتيجي بتستشفي العضله اثناء الغذاء، وبتصير موضوع الضخامه وتغيير الشكل اثناء النوم وانت نايمه من خلال الهرمونات اللي ربنا خلقنا اياها بجسمنا بالاساس، هي موجوده باجسامنا بتشتغل اثناء فتره النوم. هلا لما ندخل شيء صناعي من برا او كذا، مثل ما عم تقولي انت موضوع الهرمونات، فانا بصراحه ضدها 100%، لانه هي يعني ضرر بكل المقاييس. للاسف مثل ما كنت عم تحكي انه اغلبيه الشباب بيلجأوا لهذا الموضوع مشان موضوع السرعه، ومشان موضوع انه بده ياخذ نتيجه يعني بوقت خيالي. مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي، نحن هدفنا الاساسي هو تعزيز موضوع مناعتنا وصحتنا، هذا الهدف الاساسي. والمتعه من خلال الرياضه هي من خلال تفريغ الطاقه جواتها والوصول لنتائج. يعني الواحد اي حتى بالدراسه او كذا، لما يكون بده يبلش بموضوع بده يوصل لنتيجه اخيره، نفس الشيء الرياضه، انا بدي احط ببالي انه انا بدي اوصل لهدفي من خلال تمريني، فهيك بيصير في عندي متعه. ليش؟ لانه انا عم بمشي على النظام اللي انا حطيته لنفسي. فموضوع الهرمونات طبيا حسب انا خبرتي الشخصيه وحسب ما يعني عملنا بحث حول الموضوع، يعني فيك تقولي 100% هي ضرر موضوع الهرمونات، فانا ضدها 100%. في دراسات ممكن تقول لك انه لا، اذا كان في ارشادات معينه وكذا، ما في شيء مثبت. متممات غذائيه اذا كانت هي ضمن الاطار الصح وكانت مدروسه بعنايه حسب الجرعات الصحيه، فهي يعني حسب منظمات صحه عالميه كثير مسموح فيها. ليش؟ لانه هي مستخلصه من الاكل نفسه، فهي شيء طبيعي. فاي شيء طبيعي نحن معه، اي شيء ماله طبيعي نحن بنوقف ضده. طب خلينا نحكي يا كوتش محمد، يمكن كمان في كثير من الاشياء على مواقع التواصل الاجتماعي عن الرياضه وعن مشروبات الطاقه الطبيعيه، بس ما بيحطوا لك مثلا معلومات انه امتى لازم تشرب مشروب الطاقه قبل التمرين او بعد التمرين او اثناء التمرين، اللي هي عباره عن ديتوكس الليمون والمي او الزنجبيل. شو رايك بهي القصص؟ تمام. هلا هي قصه اساسيه، مثل ما كنا عم نحكي النظام الغذائي هو شيء اساسي. هلا هون بيتنوع، مثلا انا بدي لحتى موضوع ابني العضله، موضوع الاساسي هو عندي البروتين اساسي، ولكن ليس هو الشيء الوحيد. هي كمان بيغلطوا فيها كثير الشباب، فكروا انه بروتين معناته خلص بروتين بكفي يعني، وهذا شيء نهائي. اكيد لا، كل يوم بيض 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 ما بيمشي الحال. لا، لازم بيض وبقيه الاطعمه بشكل التنويع شيء ضروري جدا لصحه الجسم ولبناء العضلات. فانا بمشي بالنسبه لموضوع النظام الغذائي بشكل معين، بحيث شو الشيء اللي بيناسب جسمي اثناء التمرين، بعد التمرين، وقبل التمرين. انا بدي شيء يعطيني طاقه قبل التمرين، بلجا لامور هي فيها الكربوهيدرات اكثر، مثل مثلا البطاطا الحلوه او الموز او التمر.
هذا شيء ممتاز. انت اذا عملتي مثلا خلينا نقول خلطه انت عملتيها لحالك مثل بطاطا مع تمر مع موز قبل التمرين خلينا نقول بثلاث ارباع الساعه وقبل ما تفوتي على التمرين فنجان قهوه ساده بعشر دقائق انت اخذتي افضل من اي مشروب طاقه ثاني. حلو يعني هي التركيبه افضل من اي مشروب طاقه ثاني. مثل ما نعرف احيانا البطاطا كانت هي غذاء الجندي بالحرب العالميه الثانيه والحرب لانه من كثر ما بتعطي طاقه. اي صح. فهذا موضوع اساسي لازم ينتبه عليه اي لاعب انه انا شو اخذ قبل التمرين شيء ما بيتقل على المعده ولكن بيعطيني طاقه وبعد التمرين خلال اول ربع ساعه لثلاث ارباع بشكل حد اقصى لازم يكون في وجبه غنيه بالبروتين مع كربوهيدرات قليله. نعم. وعلى هذا الاساس نمشي يعني بنمط. هي في نقطه كثير مهمه بدي اقولها انه نحن نعطي للجسم خلينا نقول خمس لست وجبات. في عالم بتقول انه طب كثير هيك او كذا ولكن الخمس ست وجبات هن مدروسين بعنايه بحيث تكون الكميه والنوعيه مدروسه. يعني انا لما بعطي جسمي الصبح مثلا سبع تمرات وكاسه لبن هذا هي تعتبر وجبه تمام. بعد بساعتين او ثلاثه باخذ وجبه ثانيه. هلا انا هون شو بيصير معي انه للاسف في عالم مثلا بده ينزلوا وزنهم بيقول لحاله انا باخذ وجبه واحده باليوم بيمشي الحال. هذا شيء خطا كثير لانه بيعود جسمه على الخمول. انا بعطي جسمي وجبات كثيره مشان هيئه انه يحرق اكثر. ليش؟ لانه هو حس انه فات عليه وجبات كثيره فبده يهيئ حاله ليحرق اكثر. ما بفوت وجبه بيصير خامل الجسم ما بيحرق. بس هدول الوجبات بيعتني انا بشغلتين نوعيتها وكميتها. يعني الكميه تبعها بتكون مدروسه بحيث ما كبيره والنوعيه ما بيكون فيها دهون او دهون نسيلة اللي هي الدهون الموجوده بالمكسرات او بالفواكه مثلا. هيك انا بعطيه بحيث انه يحرق بشكل كبير وبنفس الوقت عملت عمليه خدعه على الجسم بحيث فوت له وجبات ولكن هي كميتها قليله وما بتحتوي على دهون. يعني عطيتنا كثير معلومات ولسه بدنا نحكي معك كثير بس عندنا موجز اخبار. فنحن نتشكرك كثير كوتش محمد واكيد بالحلقات الجايه رح نتعمق اكثر لنحكي عن طرق بناء العضلات ورح نحكي عن اشياء كثير بتهم كل الناس اللي بيهتموا بالرياضه. شكرا لوجودك معنا. اهلا وسهلا. شكرا لك. شكرا. يا هلا.